الله اكبر الله اكبر. هذه الدبابه امامكم تحرق ناوك دليلهم 19/4/2023 الساعه 11 12 الا تمس. الله اكبر. مباشر مباشر الحريق مباشر لغايه الان تاريخ الجمعه يتبشر. الله اكبر. وثاني ديك عربيه برضه محروقه منهم امام القياده العامه اخواننا امام القياده العامه. ليش سكه حديد؟ ليش سكه حديد؟ ليش سكه حديد امام القياده العامه اخواننا؟ ده الخطيب بتاع السكه حديد. الله اكبر. شوف طلعت الكشك ايش دقف. ما تسمع كلام الكذابين. الله اكبر. الكذابين المنافقين المنافقين. الله اكبر يا فدائي. ارفع يدك فوق. الله اكبر يا فدائي. الله اكبر يا فدائي. الله اكبر. النصر لنا يا فدائي. النصر لنا. الله اكبر يا الله اكبر. يا هذه سرعه حل سرعه حاسم بس اخواننا نادينا لنا محاصرين الدبابه نطوا من 4 نفر وفزوا. الله اكبر. استلمنا براكب فوق. الله اكبر. جرى دقش المبنى ده وان شاء الله نقبضهم حيين نجيبهم. الله اكبر. باقي نسمع؟ الله اكبر. غزالي انت عارف ديك ديك الكراحتني يومتها ديك جبت الكعيره دي كويس باقي تقل تقل هذيك شالت ليفو في السيتا هاي مبروك هاي ارى طوالي. الله اكبر. الله اخي ربنا الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخوكم مساعد عبد الكريم قريش اخوك داعم سريع. نحن الان في القاعده الجويه بتاع جبل اوليا قاعده اللهم صل على سيدنا محمد النجومي قاعده النجوم. نحن حشيناها من اول يوم من اول امس استلمناها طيارات دبابات استلمناها من اول امس وقاعدين فيها والان البرقان والشفه حقتها تخلص وكسر وكل نحن مستلمين مستلمين ونحن ما كان دارين نحرقها لكن دارين نوريهم الصراح عشان ما يكسر منكم الناس. نحن مستلمين القاعده من اول امس طيارات نحن استلمناها اربع طيارات دبابات ودي ثلاثه كانت برا لهناك وحدين واحدين سواقين ميتين فيهم جوا وعندهم واحدين ثلاثه كابتن كسرناهم استلمناهم حيين يسلموا نفسهم واحد موجود جوا الطياره كويس؟ مثل بيان بالعمل مثل ما الطيارات ونحن ما دارين نحرقها احنا في نحرقها عشان الكذب ما يضر المواطن يقول نحن عملنا وعملنا فيه دي قاعده بتاعت النجومي في اكثر من 50 طياره وفي اكثر من 200 دبابه هذيك كلها دبابات في كلها دبابات حية وقاعدة نحن ما دارين نحرقها لكن دارين نحرقها عشان عشان ما يكذبوا ما يضروا الناس يضروا المواطنين يقولوا نحن مسيطرين في القاعدة بتاعت النجوم ونحن مسيطرين من أول أمس لو كان دارين نحرقها كان حرقناها لكن ما دارين نحرقها دارين نوريهم الصح في طياراته ودي كلها في كلها طيارات حية وطيارات مراقبة وأكثر من 100 عربيات مسروقة بإيدينا عشان ما يكون نحن مسيطرين طول العمر. الآن نحن في قاعدة النجوم. الآن في تاريخ الآن الاثنين الساعة 11:30 بالضبط الآن الساعة الآن يوم الاثنين 17 أبريل الساعة 11:30 الكلام ده الآن في قاعدة النجوم. عشان ما تصير يكفي لنا يقولوا كذا بالدليل على ذلك أخونا أحمد الدلال يا هو متفقهم أكثر. عشان ما يجي يقول لنا احنا عملنا وكذبوا علينا. تفضل يا اخونا احمد دلال اكد لنا الكلام. السلام عليكم ورحمه الله. اخونا كنا قايد. قايد النجومي. قايد جبل اولياء. قايد القايد من السمنه. في طيران ولا مسلمين. قايد من السمنه. في طيرانات. ماسكين القايده حسيت تزبلوك بوضع المسلمين والمسلمين. ما في ذنب ترى المسلمين عند الوضع كله. وقادرين وقادرين قادرين نصد اي تحركات حقاتهم قادرين على اي حاجه ما يجيب لهم يا عبد الله المخزن يا عبد الله اكثر من 20 دبابه هي المغادره يا محمد غير الواقع في كافه الانسان لا يستمر الا في القاعده الجويه النجوم جبل اولياء. الله اكبر. الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله. الله اكبر. ده اخونا دلال التاريخ ده 200 يا احمد دلال التاريخ ده الليله الان الاثنين الاثنين الساعه 11:30 الان يوم 17 17 ابريل الليله حاليا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اتولينا على 300 عربيه. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. ده المتحرك ده المتحرك اتولينا على 300 دبابه. الله اكبر. ده الحديد ده الحديد ده دباباته
الان دي دباباتهم، الان دي عالياتهم مطاردين، هسه مطاردين لحد مدى ان شاء الله، لحد مدى ان شاء الله. الله اكبر، الله اكبر، ده حديد. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. الان مطاردين، الان احنا مطاردين، ما بنخليهم الان. حركوا العربات، حركوا العربات، حركوا العربات. الان ديل الدبابات، ديل الان الدبابات، الان متحرك بتاع المدني بتاع النيل الازرق، لقضينا عليه خلاص.